كمان العمار ما كتير بيختلف عن تصميم السيارات، كله بده تصميم بعدين بيتنفذ. بفكر الديزاين بأوتوموبيل دايما نحنا منشوف أحسن الديزاينرز وقديه بيعطوا ليصممون لأحنا سيارات. دايما لعبة جران توريزمو بتخلينا نسوق سيارات ما يمكن ما نرجع نسوقها أبدا بحياتنا، وبس بتأرجينا إنه المستقبل والديزاين قديه فيه يوصل لعن جد ما عنده حدود. انفينيتي ولعبة جران توريزمو الشهيرة اجتمعوا مع بعض وقرروا يعملوا سيارة كتير مهمة، خاصة اللي عم نسوقها اليوم عن حيالله حلبة بننقيها بقلب اللعبة. وفعلا هالسيارة كتير مميزة من نسبة الشكل، من نسبة التأدية، بس نحن بنتمنى على انفينيتي انه يرجعوا يفكروا شوي، يمكن مش هلا بس بعد كم سنة يرجعوا يعملوا لنا هالسيارة، انه فعلا سيارة مميزة وحتنافس كتير عديد من السيارات، اذا مش السيارات الباقيين من غير شركات عملوا سيارات مثلها وولعت اللعبة مزبوط، بطلت بس عم تلعبها بالبيت، صرت عم تسوقها عن حقيقة. تقرير كتير مميز، خلينا نتابعه سوا. Thinking about this Gran Turismo, we thought, how can we leverage this learning that we had from F1 and bring it into a GT car? How do we make a GT car that is born from the track but also lives with the romance of racing? And so it was a great collaboration with all the studios, but the final design was selected from our Beijing studio. Can you bring it up on the monitor? Sure. This is an incredible, exciting project. All designers want to create a car without limitation, can spread out their imagination and bring it to reality as well. We want to create a car that looks sensual, attractive, futuristic, and also looks very wild, powerful, that can impress you with just a glance. صانع الياباني الرائد بالإطارات باليابانية، وخاصة دايماً بيقدم لنا إطارات جديدة إن كان performance ولا حتى economic لكل العالم. بس اليوم بريجستون عم بتفكر زيادة عن اللزوم بطريقة تكون الإطار صديق للبيئة. كيف؟ هو إطار إيكوبيا. إطار إيكوبيا هو صديق للبيئة وكان له تقديم خاص مع وكالة أحمد زنتوت للإطارات لوكيل بريجستون الحصري بلبنان، وكان لها مقابلة مع مازن زنتوت وكيل بريجستون بلبنان ليخبرنا أكثر كيف هالإطار فينا نوفر فيه بالبنزين ونفس الوقت نكون صديقين للبيئة. الهيئة هذا إطارنا للمستقبل، تقرير مميز جدا، خلينا نشوفه سوا. نحن بنعرف اليوم بريجستون هي مرجعية صارت هي بإنتاج الدوليب، يعني عندنا عدة فئات، عندنا يعني وصلنا لفورمولا 1،
صايره، مش بس انه دوليب سيارات شاحنات وغيرها، يعني عندك الهاي برفورمانس تايرز. يعني انا شخصيا اختبرت الدوليبه بعده محلات بالعالم، وكمان كنا بمعيتكم يعني. فاليوم شو جايبين شيء جديد يعني بريدجستون؟ شو عم تقدمنا شيء جديد اليوم؟ عم نقدم عائله جديده من دوليب بريدجستون اسمها ايكوبيا. اهم ميزه بهالعائله هي انه بتوفر بنزين وبتفيد الطبيعه بنفس الوقت. اذا بدك بشرح لك شوي اكثر كيف بتوفر بنزين. الدولاب بيتطلب، هيدا الدولاب الايكوبيا بيتطلب مجهود اقل من الموتور ليعمل رولينج لحتى يبرم. اوكي، هالمجهود الاقل بيترجم بتوفير بنزين. هي هيدا اهم عامل اليوم. انا بشوف بتصميم السيارات بيشتغلوا على رولينج انتي رولينج ريزيستنس، يعني حتى انه هالدولاب يكون مقاومته للذوبان يكون اقل. صح، وهذا بخليها كمان مش بس توفر بنزين، خلي التأدي بيكون افضل كمان. صحيح، بتتناسق افضل. صحيح، فاليوم هيك يعني عم تجمع عده شغلات سوا. صحيح، يكون التوفير بالبنزين، الحفاظ على البيئه، محافظه على البيئه، والتأدي والتأدي افضل. صح. طيب الاسعار كيف رح تكون؟ الاسعار كثير كثير مدروسه. هيدا الدولاب على ستاندرد ليفل، فايت مش فايت از دولاب غالي، فايت دولاب ستاندرد. اهم شيء فيه انه بيوفر على استهلاك 3000 لتر بنزين بالسنه، بيوفر حوالي $320 حسب دراسات اللي انا عملت. هال $320 يلي بيوفرهم بالسنه اذا استهلكت الدوليب على سنتين، يعني طلعوا دوليبك بلش وخدمت البيئه بنفس الوقت، لانه الانبعاثات اللي عم تطلع من السياره بتقل، ذيرفور بتكون عم تخدم البيئه بنفس الوقت. طيب شو عم تيجي لقياسات يعني لاي سيارات؟ كل انواع السيارات بيركبها ولا بس السيارات معينه؟ لا، حاليا اللي معمول هو للسيارات الصغيره والمتوسطه وشوي من السيارات الكبيره، بس هذا على تطور دائما، وممكن انه هيدا القياسات تنزيد مع الوقت اذا الله رضى. مازن الله يوفقك. ثانك يو، اهلا وسهلا فيك. ثانك يو. وصلنا هلأ على فكرة From the Web يلي غبنا عنها لمدة شهر. هالمرة مش حنكتير نركز على السيارات، أكيد هلأ زهقتوا أنتم من الانفورميشن والخبريات، بس هلأ حنركز نرجع نرفهكم عن نفسكم شوي. هالمرة مش ريليتد للسيارات، هالمرة شي صاير بس من ورا السيارات. Please don't try this at home. فيديو مشوق جداً.